بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. إن شاء الله في التوتوريال دوت هنتكلم عن الـ spread operator وهنتكلم عن الـ array merge changes. ممكن برضه إن احنا نتكلم عن الـ plus، هي مش حاجة جديدة يعني، بس احنا ممكن نستخدمها اللي هو علامة الزائد لو احنا مثلا نجمع two arrays على بعض، اللي هيحصل بالظبط. هي دي مش حاجة جديدة، مش introduced يعني في PHP 7.4، بس يعني لو أنت ما أنتش عارفها ممكن نضيفها بالمرة، بحيث إن احنا نتكلم عن الثلاث حاجات دول مع بعض، لأن هما شوية relevant ببعض. طيب السبريد اوبريتور، لو انت اشتغلت جافا سكريبت فيعني اعتقد ان انت اكيد عديت عليه، موجود من اول اي اس 6، فممكن انت تكون عديت عليه. طيب فخلينا الاول هنا، لو انت يعني ان كيس انت ما بتعرفش جافا سكريبت او ما احتكتش قبل كده بالسبريد اوبريتور، فاحنا هنتعرف عليه هنا دلوقتي، هو بقى انتروديوس يعني في بي اتش بي. طيب خلينا الاول من البدايه خالص نشوف المشكله معانا هي فين بالظبط، وبعد كده السبريد اوبريتور حلها ازاي. فانا عندي اري، هقول مثلا ادي احمد وادي محمد، بعد كده خلينا نقول مثلا ان انا عندي ادمنز، وخلينا نقول مثلا حسن ومحسن مثلا. بعد كده خلينا نقول هنا اهو الادمنز الجداد يعني هيبقى عبارة عن array merge، وبعد كده اليوزرز بالادمنز. بعد كده خلينا نقول var dump بالادمنز هنا اهو. بعد كده خلينا نرجع هنا ونتشيك، هتلاقي ان انت جالك احمد ومحمد وبعد كده حسن ومحسن. طب لو انا عايز اعكس، يعني انا لو عايز دلوقتي اخلي احمد ومحمد دول هنا اهو عادي، او قصدي اخلي احمد ومحمد دول تحت واخلي حسن ومحسن دول فوق، فطبيعي كنا هنعمل كده اهو، ان احنا هناخد دول هنا وكنا هنعمل كده اهو ونرجع تاني، هتلاقي ان هما اتعمل لهم شيفت وطلعوا فوق. طيب لو انا بقى دلوقتي يعني خلينا نقول انا عاوز اخد حسن ومحسن الاندكس رقم 0 و1 واحطهم ما بين 2 و3، فتبقى دلوقتي يعني اخد احمد ومحمد احطهم هنا. في الحاله ديت لو انت شغال نورمال، يعني لو انت شغال من غير السبريد اوبريتور، فانا دلوقتي هحتاج ان انا افور ايتش، وبعد كده ابتدي اشوف لو انا عندي اندكس كذا ابتدي بقى اعمل مثلا ايه اري ميرج مثلا. هتلاقي ان انت شويه ابتديت تكتب كود يعني عشان خاطر يعني تبرفورم اللوجيك اللي انت محتاجه دوت. لو انا شغال سبريد اوبريتور فانا ممكن ان انا اسبريد في اي حته الاري، معنى ان انا سبريد معنى ان انا اخد الاليمنتس بتاعه الاري ديت واكسرها واخد اندكس ورا اندكس او فاليو ورا فاليو، وابتدي ان انا احطهم في حته معينه وابتدي ان انا اشتغل بيهم. فانا ممكن ان انا اخد دلوقتي الاري ديت دلوقتي اللي هي اليوزرز واحطها في النص هنا، طبعا مش شرط ان احطها في النص، ممكن تكون ما بين اي اندكس، يعني ممكن تكون في الاول ممكن تكون في الاخر ايا كان، بس ديت يعني اكتر فاليو انت ممكن تاخدها من السبريد اوبريتور، ان انت بتسبريد عند اكتر يعني عند اي اندكس او عند اي بوزيشن انت محتاجه. اللي هيحصل هنا ان دلوقتي هتبقى حسن وبعد كده هتبقى احمد وبعد كده الفاليو الثانيه محمد وبعد كده محسن، فهي يعني عملت سبريد يعني خدت كل الفاليوز اللي جوه الاري ديت عملت لها سبريد هنا اهو وحطيتها لي في النص هنا اهو، فعشان كده اسمها سبريد اوبريتور. طيب خلينا نجرب كده ونشوف ايه اللي حصل. هتلاقي ان هو بقى دلوقتي حسن احمد محمد، طبعا عشان خاطر في بس اري ميرج هنا فهشيلها. هتلاقي دلوقتي ان هو حسن احمد محمد محسن، فاحنا حطينا احمد ومحمد ما بين حسن ومحسن، فديت كانت الفكره يعني زي ما قلنا اكتر فاليو تقدر تاخدها من السبريد اوبريتور. طيب لو قلنا مثلا ان انا دلوقتي خلينا نقول ان انا عندي اري واري يعني كده اهو، وبعد كده قلنا مثلا عندي حسن ومحسن، وخلينا نشيل ده كده خالص، وبعد كده هقول له اري ميرج، وبعد كده خلينا نقول له خد بقى اليوزرز دول. طبعا هو لما ياخد اليوزرز دلوقتي لما يجي سبريد احنا نستد دلوقتي، فلما يجي ياخد اليوزرز فهو هياخد اول اندكس دي هتبقى اول بارامتر، وتاني اندكس هتبقى دي تاني بارامتر للاري ميرج. فانا ممكن اجي دلوقتي واعمل ريفرش، هتلاقي انها جت كده فعلا احمد ومحمد اول اندكس وجم للاري، وتاني بارامتر اللي هو حسن ومحسن راحوا للي هو الاري التاني يعني اللي هو البارامتر التاني للاري ميرج. طيب احنا كده دلوقتي عملنا حاجة بالمنظر دوت. طيب لو انا كنت خلينا نقول دلوقتي لو انا عملت مثلا شيل ده خالص وقلنا ادمنز بيساوي array merge بالمنظر ده فاضية، ودوت ال changes ال applied على ال array merge دلوقتي، ان انت ممكن تخلي ال array merge تبقى فاضية يعني ما بتبصلهاش parameters. لو انا جيت دلوقتي كده هتلاقي انها رجعت empty array. لو انت كنت طبعا قبل بي اتش بي 7.4 ما كانش دوت هيحصل، كان هتضرب لك ايرور طبعا تقول لك ان انت محتاجه اري. طيب دلوقتي ايه الفايده من انها تعمل حاجه بالمنظر دوت؟ طيب خلينا نفترض ان انا لو جيت هنا وشلت ده يعني تكمله على المثال احنا بنقوله وخليناها اري فاضيه بالمنظر ده، وجيت مثلا لسبب من الاسباب ان الاري دي اللي انا بعملها فوق دي كانت دايناميك اللي هي اليوزرز ديت،
دي دايناميك. فجيت في مره مثلا وانا بحط داتا او يعني مثلا بعد لوجيك معين ما تم، لان الاري ديت بقت في الاخر خالص، بقت فاضيه بعد ما عملنا لوجيك معين. فايه اللي هيحصل بقى دلوقتي لما احنا نابلاي الاري الفاضيه ديت على الاري ميرج، او لما نعمل لها سبريت اوبريتور جوه الاري ميرج، ايه اللي هيحصل؟ فتعال نشوف، هتلاقي مفيش اي اختلاف. فريت الفكره دوت اللي تشينج اللي حصل دلوقتي بالنسبه للاري ميرج، ان انا ممكن ابصلها اري فاضيه. في الطبيعي لو انت كنت تجيب برضو قلت فار دامب على اليوزرز عشان نشوف نتخيل ايه اللي هيطلع لنا من هنا، عملت ريفرش هيطلع لك ايرور، هيقول لك ان فار دامب انت محتاج ان انت تاخد بارامتر وتبتدي انك تعرضه. فبيقول لك رونج بارامتر كاونت للفار دامب، لان انا دلوقتي مش لاقي حاجه اصلا ان انا يعني اكاونت عليها، او ان انا اسبريدها بمعنى اصح. لو كنت جيت وانت عملت كده مثلا، هتلاقي ان الواحد اشتغل عادي جدا، بس الاكسبكتد طبعا بارامتر باظت في الاري ميرج، لان هي ما بقتش يعني ما بقتش دلوقتي عباره عن تو اريز، فبالتالي هي طبعا باظت. فدوت اتشينج حصل ان انا كنت ممكن ابصل الاري ميرج اري فاضيه، او ان انا كنت ابصلها تو اريز نستد زي ما احنا كنا عاملين في الاول من شويه. طيب كده هو لحد دلوقتي احنا المفروض ان احنا خلصنا التوتوريال دوت، بس لسه يعني اخر تبايه ان دلوقتي الاري ميرج ما بتاخدش غير اريز بس من النوع الايترابل، ما بتاخدش غير اري بس، انما السبريت اوبريتور لا بيقدر ياخد ايترابل، يعني بيقدر ياخد الايترابل نفسه. فالايترابل نفسه طالما بيقدر ياخده، فده معناه ان هو بياخد الاري وبياخد اي حاجه بتمبلمنت الايترابل. طيب فدلوقتي ده معناها ان انا دلوقتي ممكن ان انا باصي اكتر من حاجه، مش شرط اباصي اري بس للسبريت اوبريتور. فده معناها برضو ان ليه هي اصلا تقدر تعمل حاجه زي كده، لان السبريت اوبريتور بيبتدي ان هو ياخد الاري وبعد كده يحولها لاتريتور، او سوري العكس، الاتريتور يبتدي يحوله لاري. طيب في فانكشن نيتف هي كانت موجوده في البروبوزال هنا، ان انت بتعمل اتريتور تو اري. الاري ميرج انت عشان تشتغل بيها لازم تقول له از اري، لو مثلا لو هو از اري يبتدي ان هو يشتغل بالاري عادي، ايلس اعمل اتريتور تو اري دوت بيكونفرت الاتريتور لاري. طيب وبعد كده تبتدي تعمل ميرج عادي. في السبريد اوبريتور لا، انت ممكن انك تعمل السبريد على طول للاتيرابل الاولاني والتاني، وبعد كده هو هيبتدي يعمل الميرج لوحده عادي جدا، مفيش اي مشكله. طيب النقطه الاخيره ديت يعني ملهاش علاقه بالنيو فيتشرز، بس ان كيس يعني انك ما تعرفهاش، وهي البلس. ممكن احيانا يعني لو انت كنت مثلا بصيت عليها قبل كده ممكن تلاقي حاجه زي كده، تلاقي مثلا ادمنز، وخلينا نقول صح انا نسيت اقول ان السبريد اوبريتور ما بيشتغلش غير مع الاندكسز او الاندسيز اللي هي النيوميريك، ما بينفعش يشتغل مع سترينج. طيب فدلوقتي خلينا نقول مثلا دلوقتي عندي 1 2 3 وهنا 4 5 6 7. جيت قلت له هنا دلوقتي var dump اليوزرز بلس الادمنز. خلينا نجرب هنا نشوف ده هيطلع ايه. 1 2 3 7. يعني ايه بقى اللي حصل؟ يعني هو مش عارف، هو ممكن يكون عمل ميرج مثلا، هو فعلا عمل ميرج. طب هو عمل ميرج ازاي؟ يعني شويه اللوجيك ديفرنت شويه من الاري ميرج، لان لو هو عمل اري ميرج فيبقى بالتالي المفروض كان يبقى 1 2 3 4 5 6 7، بس دوت ما حصلش. انا اشمعنى خدت رقم 7 بس؟ يعني كان المفروض ان انا اخد الباقي. يعني انت عملت ميرج ازاي بالظبط؟ الميرج اللي حصل هنا هو حصل بيزد على الكي، هو هنا بيميرج باي الكي. فانا دلوقتي عندي اندكس رقم يعني عندي 1 و2 و3 بياخدوا اندكس 0 1 2 و4 و5 و6 برضو 0 1 2، هو بيميرج بيزد على الاندسيز. فبالتالي رقم 7 ده واخد اندكس مش موجود هنا، فبالتالي هو يقدر ان هو يميرج على اللي فوق. فديت الفكره من البلس ان احنا نستخدمها هنا. طيب هل الموضوع دوت ممكن يتم على مثلا خلينا نقول اسوسياتيف اري؟ فخلينا نجرب مثلا نقول ان النيم احمد، الايج مثلا 20، خلينا نقول مثلا ان هو ان التايتل مثلا، خلينا نقول اي حاجه ديفلوبر مثلا، وبعد كده خلينا نجرب ايه اللي هيحصل هنا. لو جينا جربنا هتلاقي ان هو عمل ميرج فعلا، النيم والايج والتايتل الثلاثه بقوا معايا فعلا. طيب فدلوقتي ده معناها ان انا اقدر اميرج باي الكي، يعني لو عملت بلس اري مع اري انا دلوقتي بميرج باي الكي. يعني معايا اليوزرز، اليوزرز فيها كيز معينه، الادمنز فيها كيز معينه. لو اليوزرز فيها كيز، او يعني بمعنى اصح لو الادمنز فيها كيز مش موجوده جوه اليوزرز، هيحطها معاك في الاري الجديده، او هيديك اري جديده فيها الميكس دوت.
طيب لو انا دلوقتي خلينا نقول مثلا ان انا عندي هنا اهو النيم مثلا، خلينا نقول محمد، وعايز امرج، نشوف ايه اللي هيحصل. هتلاقي ان احمد موجود الاول. ليه؟ لان انا عملت الميرج الادمنز على اليوزرز، فلما تيجي الادمنز تعمل لها ميرج على اليوزرز فهتلاقي فوق الكي بتاع اللي هو النيم، فبالتالي هتاخده من الاولانيه مش هتاخده من الثانيه. لو انا كنت عاوز اخلي محمد هو اللي يظهر الاول كنت هعكس البلس وكنت هقول له ده كده اهو، وكنت هعمل كده اهو، فساعتها كنت هتلاقي ان هو ديفلوبر ومحمد، وبعد كده خد الايدج من هناك لان الايدج هو الوحيد اللي مختلف ومش موجود عندي في الاري بتاعت الادمنز. فديت الفكره من البلس ان كيس يعني انك ما كنتش تعرفها. فالثلاثه دول لو انت يعني كل واحده طبعا واضح ليها اليوز كيس بتاعتها. يعني على سبيل المثال انا مثلا عاوز اعمل اري ميرج، الاري ميرج يعني هي كويسه ما فيهاش مشكله، بس الاري ميرج هت اوفر رايت. يعني انا لو عندي نفس الكيز، يعني خلينا نبص عليها، لو انا جيت عملت اري ميرج هنا اهو هت اوفر رايت اللي في اليوزرز على اللي في الادمنز، فبالتالي انا كان عندي النيم هنا محمد هتلاقيه قلب احمد. لو انا مش عاوز ابرفورم اللوجيك دوت، مش عايز اعمل كده، يبقى بالتالي البلس هي اللي هتنفعني في الموضوع دوت. طيب لو انا عاوز اعمل اللوجيك ده يبقى في الحاله ديت الاري ميرج هي اللي هتنفعني. دوت الفرق بين الاثنين. طيب السبريت اوبريتور، السبريت اوبريتور الفايده بينها او اللي يفرق عنها عن الاري ميرج ان انا ممكن احط ات اني بوزيشن في الاري اللي انا اللي موجوده معايا دي. في نفس الوقت برضو السبريت اوبريتور يقدر ان هو يستخدم اترابل ويبتدي يعمل عليه ميرج عادي، مش شرط يكون اري بس، ان هو بيبتدي يكونفرت الاتريتور دوت لاري. طيب دوت كان توتوريال بسيط بيوضح الفرق بين الاري ميرج وال او التشينجز اللي حصلت في الاري ميرج، وفي نفس الوقت برضو السبريد اوبريتور. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.